واختار مناسب مما ادى الى خروج كثير من المشاركين في هذه الندوه. الواقع ان اليمن ثروتها الاساسيه والهامه هي الانسان. حاولت الاصلاح المالي والاداري، كنا نرفع شعار الانسان هدف التنميه ووسيلتها الأولى. إحنا لليمن أن تنطلق إلى الأمام. عفواً. وسنفصل ذلك تفصيلاً إن شاء الله تعالى. نرجو الاستماع للفائدة يعني. الاهتمام التنمية البشرية تتركز في الاهتمام بهذا الإنسان. الاهتمام بالإنسان. فلا يمكن يعني إحداث أي تنمية في أي بلد إلا بهذا الإنسان. إذا الدول العربية نحن نلاحظ احنا من الدول النامية، واليمن من الدول النامية. بالرغم من توفر الموارد البشرية والموارد الطبيعية في كثير من الدول العربية، إلا أنها لم تستطع أن تلحق يعني الدول يعني المتقدمة. وخصوصا نقول هناك في العراق وفي الجزائر ومصر. هذه دول العراق والجزائر كانت من الدول التي نقول عنها أنها مؤهلة لأن يعني تكون من الدول المتقدمة، لأن عندها موارد بشرية وموارد طبيعية، النفط وغيرها من الموارد متوفرة في العراق والجزائر بالذات. الآية وهذا المعنى معناه أكرم شيء لابد أكرم يعني ما في الوجود، لابد أن نركز على هذا الإنسان، لابد أن نعلمه، لابد أن نؤهله، لابد أن ندربه، لابد أن نجعله إنسان قوي قادر على العطاء في الحياة. أما أن يكون إنسان مستهلك وغير منتج هنا هي الكارثة. ولذلك حق التأديرا في الإسلام يقول لا كسب بدون عمل، لابد أن تعمل في قاعدة شرعية هكذا. إذن الحديث، نأتي إلى الحديث الذي يبين لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن تراك دم مسلم. شوفوا الحديث، الكعبة أهون على الله من أن يراك دم مسلم واحد. إذا لو انطلقنا من هذا المنطلق لوجدنا أن الإنسان يعني سيكرم، ولو انطلقنا من هذا الحديث أن الإنسان يعني لن يمس كما يعني حصل في التوراة، الإنسان يقتل بكل برود. لو استشعرنا معنى الحديث هذا لتحاورنا مع الإنسان وكان هناك الحوار وما عندك ولم يكن هناك من القتلى مثل ما نرى، لكن هوان الإنسان عندنا ولهذا يقتل، لا يهتم به، لا يعلم، لا يدرب بشكل مضروب، يعني فقير، لا يفكر، لا يبدع. هذا هو الإنسان عندنا في الوطن العربي في تبرعات وهبات والأوقاف التي يقدمها الأثرياء ورجال المال والأعمال والجمعية الخيرية. اهتمام الدول المتقدمة بالبحث العلمي والإنفاق عليه بسخاء مثل ما قلنا له دور في تقدم ونقي هذه الدول. صوروا هذا أحمد زويل، أنا من اطلعت يعني كان يريد أن يخرج 100 عالم في الوطن العربي، وكان عنده مشروع الرجل في رأسه، مشروع 100 عالم يلتقطهم من الوطن العربي بأسره، 100 عالم، 100 والمئة هذا لا الأوائل في الفيزياء والكيمياء، الأوائل في الفيزياء والكيمياء، وكان يريد أن يعملهم نواة للتقدم في الوطن العربي. والمبلغ الذي طلبه من الدول العربية مبلغ مش كبير يعني.